يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر، وذاك المجتمع ما فيه منكر، وكل كان مشغول بحاله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدود حباله، وكانوا في منافعهم سوية، إذا نادوا بعضهم ما تعيا، ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالة. وكان الشخص يسمع قول عمه، إذا نادى حالا راح يمه، يلبي لو طلب روحه ودمه، وهذا سلم رواد الشكالة. نهر العيد يلتم الجماعة، على ضحك وسواليف وطاعة، وزاروا بعضهم في نصف ساعة، ولو ما يشربون إلا بيالة. وكان الغيث ينزل كل ليلة، نرى المطلع علينا سلسلة، وصارت الأرض بالخضرة جميلة، وشكل العشب من شفه سعالة. وهذه كانت أحوال القدامى، إذا استسقوا هطل وبل الغمامة، عليهم يا عرب مني سلامة، عدد من يذكر الله بابتهالة. وفي هذا الزمن قل التراحم، بعد ذاك التواصي والتلاحم، على العصيان يا كثر التزاحم، إذا قفى شر جاء شر بداله. فيها كم واحد يحسد قريبه، على شأنه تغانى يا مصيبه، ما ود أخوه يتهنى نصيبه، تشوفه ينتظر ساعة زواله. وحنا في زمان وضعه قشر، تغلب في طباعه داعي الشر، قليلا ما تلاقي كلمة تبشر، فقدها الرجل حتى في عياله. نصلي في السنة 20 مرة، ليل استسقى ولا هلي قطرة، بلانا من معاصي مستمرة، ترد الخير عنا بأي حالة. سلامتكم. صحيح الله وجهك. والله ما شاء الله تجدد يا ابو علي. ما شاء الله. بسم الله. علي عمرك طيب طيب ما شاء الله. والله يمكن قبل 15-16 سنة تقريبا. ما شاء الله. كانها اليوم. الله يمين عباراتك كلمات. بس انا عندي تعليق على موضوع التربية.